بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة حل المحافظات اللي ب... ان شاء الله هنبدأ مع بعض سلسلة حل المحافظات لسنة تالتة اعدادي الترم الثاني علوم. ويلا بينا كده نبدأ يا سنة تالتة بمحافظة القاهرة. وقبل ما نبدأ يا حلوين، ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو فضلا وليس امرا، براحتك يعني، عايز تضغط اضغط، مش عايز تضغط ما تضغطش، اللي يريحك، بس يعني من باب التقدير لو سمحت. ولو سمحت اضغطوا لايك للفيديو عشان ينتشر لاكبر عدد من زمايلك والكل يستفاد. ويلا بينا كده نبدأ بمحافظة القاهرة. اكمل العبارات التالية. رقم واحد، بعض الصفات في الانسان غير قابلة للانتقال من جيل الى اخر يطلق عليها الصفات. الصفات اللي ما بتتنقلش من جيل لاخر دي بنسميها الصفات المكتسبة، الصفات المكتسبة. تعمل كده يا مستر، اكتب. حاضر، نكتب. يبقى هنكتبها كده، هتبقى اسمها الصفات المكتسبة لانها ما بتتنقلش غير قابلة للانتقال من جيل لاخر. رقم اتنين، القوة الدفع الكهربية لعدة اعمدة متماثلة متصلة على نقط تساوي القوة الدفع الكهربية للعمود الواحد. طالما قال لك كل العواميد بتخرج بقيمة عمود واحد يبقى على طول دي متصلة على التوازي. يبقى متصلة على ايه؟ على التوازي، تمام. رقم ثلاثة، الغدة نقط تفرز هرمونا ينظم نمو وتطور الأعضاء التناسلية في الإنسان. اللي بتفرز هرمون بينظم نمو وتطور الأعضاء التناسلية في الإنسان ديت هتبقى الغدة النخامية. طيب عندي بعد كده رقم أربعة، المركبات الأيونية تكون تفاعلاتها نقط من المركبات التسامية تفاعلاتها أسرع من. طيب عندي بعد كده رقم ب، يجي يقول لك اختر من العمود ب ما يناسب العمود A. رقم واحد، يستخدم لقياس شدة التيار، طبعا جهاز الأميتر. رقم اتنين، يحمل المعلومات الوراثية للكائن الحي، طبعا اللي بيحمل المعلومات الوراثية والحمض النووي اللي هو الدي ان ايه. اما اللي مسؤول عن ظهور الصفات الوراثيه دي الجينات، خلي بالك ما تتلخبطش ما بينهم. يبقى اللي بيحمل المعلومات الوراثيه الدي ان ايه، اما اللي بيظهر الصفه الوراثيه ده الجين. رقم 3، يستخدم في التنقيب عن البترول والمياه الجوفيه، دي طبعا الطاقه النوويه. رقم 4، الماده التي تفقد الكترون او اكثر اثناء التفاعل الكيميائي ده العامل المختزل. عندي بعد كده رقم ج، يجي يقول لك ماذا يحدث عند إضافة محلول نترات الفضة إلى محلول كلوريد الصوديوم مع كتابة المعادلة؟ طبعا هنقول له يحدث عملية أو تفاعل إحلال مزدوج بين شقي أو أيوني المحلولين، خلاص. وتروح جاي بقى كاتب له المعادلة بالشكل ده كده. لما نيجي نكتبها، انت عندك كلوريد الصوديوم اللي هو NaCl، ونترات الفضة اللي هي AgNO3. بص كده، شق موجب شق سالب، شق موجب شق سالب، يحصل تبادل. ثبت الموجب ال ان ايه هنثبته، يبقى تكتب ان ايه، يروح ياخد السالب اللي هناك اللي هو ان او 3، يبقى ان ايه ان او 3 زائد ثبت الموجب اللي هنا اللي هو اي جي، يروح ياخد السالب اللي هناك يبقى سي ال. يبقى هو ده راسب بقى، راسب ابيض من كلوريد الفضه، يبقى تكون راسب من كلوريد الفضه، خلاص. وده ملح لا يذوب في الماء، يبقى ده راسب ابيض، تمام. طيب يبقى اذا هيحدث عملية تبادل مزدوج او تفاعلات احلال مزدوج بين الشقي ايوني مركبين مختلفين، بحيث انه يتكون نترات صوديوم وملح كلوريد فضة، ده راسب ابيض. عندي بعد كده رقم اتنين، صوب ما تحته خط. رقم واحد، يتفاعل فلز الصوديوم مع الماء وينتج هيدروكسيد صوديوم ويتصاعد غاز. انت عندك الصوديوم لما يتفاعل مع المية بيديك هيدروكسيد الصوديوم وبيتصاعد غاز الهيدروجين اللي 2 Na زائد 2 H2O يديك 2 NaOH زائد H2 تصاعد. رقم اتنين، القوة الدفع الكهربية المتصلة أعمدتها على التوالي تساوي حاصل ضرب القوة الدفع الكهربية للأعمدة المكونة للبطارية. أنت الأعمدة هنا قالك متصلة على التوالي، يبقى طالما على التوالي ونقط القوة الدفع الكهربية للأعمدة المكونة للبطارية تبقى مجموع القوة الدفع الكهربية المكونة للبطارية، تمام. طيب لان انت عندك قاف للبطاريه بتساوي قاف واحد زائد قاف اتنين زائد قاف تلاته اللي هي مجموع الاعمده يعني. طب عندي بعد كده رقم تلاته، زياده سرعه التفاعل الكيميائي باستخدام العوامل المساعده اللي هي العوامل الحفازه، يعني يسمى حفزا ايه؟ عشان ازود السرعه يبقى ده حفزا موجبا لان انا بزود السرعه، اما لو سالب هيبقى خفض السرعه بقى. رقم اربعه، يسمى الكائن الحي الذي يحمل عاملين متشابهين بالفرد، هنقول له النقي. الفرد الايه؟ النقي، هو اللي بيحمل عاملين متماثلين للصفر. رقم ب، يقول لك استخرج الكلمة غير المناسبة، الراديوم، اليورانيوم، المغنيسيوم، السيزيوم.
يبقى انت عندك هنا راديوم ويورانيوم وسيزيوم، دي عناصر مشعة. اما هيبقى هنا الغريب هيبقى المغنيسيوم، والباقي ديت هتقول له عناصر مشعة. عندي بعد كده رقم 2 حجم النواتج، تركيز المتفاعلات، درجة الحرارة، العوامل الحفازة. انت عندك التركيز ودرجة الحرارة والعوامل الحفازة دي من اللي هي العوامل التي يتوقف عليها سرعة التفاعل الكيميائي. يبقى اذا اللي مش من ضمنهم حجم النواتج، يبقى اذا الغريب هتبقى حجم النواتج، والباقي ديت العوامل التي تتوقف عليها سرعة التفاعل الكيميائي. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده رقم 3، يجي يقول لك الامبير، الفولت، الاوميتر، الاوم. انت عندك الامبير ده بتاع شدة التيار، وحدة قياس شدة التيار، الفولت وحدة قياس فرق الجهد والقوة الدافعة الكهربية، والاوم وحدة قياس المقاومة. يبقى اذا الغريب هيبقى الاوميتر، خلاص كده، لان ده جهاز بقى، ده جهاز بيقيس للمقاومة الكهربية. اما الباقي دي وحدات قياس. طب عندي بعد كده رقم 4، البوتاسيوم، الذهب، الصوديوم، الكالسيوم. انت عندك البوتاسيوم والذهب والصوديوم والكالسيوم. يبقى البوتاسيوم والصوديوم ماشي، ده نشط الكالسيوم، يبقى هنقول له الذهب، يبقى هيبقى هنا الذهب، والباقي دي ممكن نقول له فلزات نشطة تحل محل مثلا الهيدروجين في متسلسلات النشاط الكيميائي. طيب عندي بعد كده رقم جيم، يجي يقول لك وضح على أس وراثية صفات الجيل الناتج من تزاوج فردين كلاهما ذو شعر مجعد هجين. يبقى كلاهما يعني الأب والأم شعره مجعد وهجين، علما بأنه يرمز لجين الشعر المجعد بالرمز بي كابيتال، ولجين الشعر الناعم بالرمز بي سمول. طب بالراحة كده نحل المسألة دي مع بعض، بص معايا كده بالراحة واحدة واحدة. وهنا قال لك الأب والأم كلاهما هجين، يبقى أنت هتقول له بيرنت الآباء هنا طالما هجين المجعد سائد بس قال لي هجين، هجين يبقى واحد كابيتال بي كابيتال بي سمول، يتزاوج مع بي كابيتال بي سمول. بعد كده بنجيب له الامشاج، وطبعا اللي ما بيعرفش يحل مسائل الوراثه في 4 حلقات على القناه بجانب الدرس طبعا، اسمهم الخلاصه في قوانين مندل للوراثه، ارجع لهم هتخرج منهم ان شاء الله تحل اي مساله في الدروس اللي هتقابلك بامر الله. بعد كده اعزل العوامل، يبقى هنا تحط دايره تحط فيها بي كابيتال، دايره تحط لي فيها بي سمول. بعد كده اعزل يا باشا العوامل بتاعتك، يبقى هنا بي كابيتال وهنا بي سمول. بعد كده طلع لي اف 1 اللي هي الفاميلي الاولى، الاسره الاولى اللي هي الجيل الاول، رقم 1 2 3 4، 1 3 1 4، 1 مع 3 يديك بي كابيتال بي كابيتال، 1 مع 4 يديك بي كابيتال بي سمول، 2 مع 3 يديك بي كابيتال بي سمول، 2 مع 4 يديك بي سمول بي سمول. خلاص كده تمام، يبقى انا كده وضحت له الجيل الناتج. يبقى الجيل الناتج هيبقى 3، انت اقولك كابيتال كابيتال كابيتال، يبقى انت كده 3 شعر مجعد هجين، ماشي، 3 شعر مجعد، 3 شعر مجعد خلاص. وعندك هنا 1 شعر ناعم، 1 شعر ايه ناعم، اللي هي نسبة 75% سائد، وهنا 25% متنحي، ماشي. طب تمام، دي النسبة. طيب عندي بعد كده رقم 3، يقول لك اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد الناتجة من التفاعل في وحدة الزمن، ده معدل التفاعل الكيميائي أو سرعة التفاعل الكيميائي. رقم 2، الممانعة التي يلقاها التيار أثناء سريانه في الموصل، ديت المقاومة الكهربية. رقم 3، أعضاء تفرز الهرمونات وتصبها في مجرى الدم مباشرة، ديت الغدد الصماء أو الغدد اللاقنوية. رقم 4، حالة الموصل الكهربي التي تبين انتقال الكهربية منه أو إليه إذا ما وصل بموصل آخر، ديت اسمه الجهد الكهربي لموصل. عندي بعد كده رقم بيجي يقول لك إلى من تنسب الأعمال التالية، مؤسس علم الوراثة، هنقول له جريجور يوهان مندل. رقم 2، توصل إلى العلاقة بين شدة التيار وفرق الجهد، ده العالم جورج سيمون أوم. عندك رقم 3، اكتشف ظاهرة النشاط الإشعاعي، ده هنري بي كوريل. رقم 4، اكتشف تحكم الجين في إظهار الصفة الوراثية، دول العالمان بيدل واتاتو. عندي بعد كده رقم جيم، يجي يقول لك إذا كان مقدار الشغل المبذول لنقل شحنة كهربائية مقدارها 200 كولوم بين نقطتين يساوي 22,000 جول، احسب فرق الجهد. سهلة، لخص يا باشا مسألتك واحدة واحدة. انت عندك هنيجي هنا، هو بيقول لي اذا كان مقدار الشغل، يبقى هو هنا
200 كولوم، الكولوم ده وحده قياس كمية الكهرباء، تيجي تكتب له كده كاف بيساوي، مديها لي ب200 كولوم. جميل. عندك بعد كده مديك 22,000 جول، جول ده اللي هو الشغل، يبقى نيجي نكتب له الشغل بيساوي 22,000 جول. جميل. احسب فرق الجهد، يبقى هو عايز جيم. طب انا عايز فرق الجهد، انت عندك جده، قانون هو جده الشغل كبره، اللي هو فرق الجهد بيساوي الشغل على كمية الكهرباء. يلا يا باشا عوض الشغل بكام، اهو 22,000 كبره اللي هي 200، اقسم بآلتك الحاسبة الجميلة كده، قول له 22,000، 22,000 على 200 اللي هو هيديك 110، هيديك كام؟ هيساوي 110. وحدة قياس فرق الجهد هتقول له فولت، يبقى 110 فولت. طيب عندي بعد كده رقم 4، يجي يقول لك اي العلاقات البيانيه التاليه يوضح العلاقه بين سرعه التفاعل الكيميائي ودرجه الحراره. العلاقه بين سرعه التفاعل ودرجه الحراره طبعا علاقه طرديه، ليه؟ لان كل ما رفعنا درجه الحراره كل ما زادت سرعه التفاعل، يبقى هنا العلاقه الطرديه هنا هتبقى رقم د. عندي بعد كده رقم 2، يستخدم جهاز نقط للتحكم في قيمه المقاومه في الدائره الكهربائيه. عشان اتحكم في المقاومه بستخدم الريوستات. عندي بعد كده رقم 3، العوامل الوراثية نقط عند تكوين الأمشاج، وذلك تبعا للقانون الأول لمن. العوامل الوراثية نقط عند تكوين الأمشاج، اللي بيحصل لها تبعا للقانون الأول تنعزل، ما هو اسمه قانون انعزال العوامل، يبقى نقول له تنعزل. عندي بعد كده رقم 4، يتأخر عمليا تفاعل الألمونيوم مع حمض الهيدروكلوريك لوجود طبقة من، هنقول له أكسيد الألمونيوم. أكسيد الألمونيوم اللي هي Al2O3. طيب نكمل. طيب عندي بعد كده يقول لك ادرس الشكلين المقابلين ثم اجب في الشكل واحد نوع التيار. الشكل الاولاني ده التيار هنا متغير الشدة، هيبقى على طول ده ايه وانت مغمض، ده تيار متردد. رقم 2، ينتج هذا التيار من، هنقول له المولدات الكهربية. رقم 3، في الشكل 2 الغدة المشار لها بالحرف سين هي اللي فوق الكلية، دي الكلية اللي فوقها على طول بنسميها الغدة الكظرية. رقم 4، الهرمون الذي تفرزه هذه الغدة هو هرمون الأدرينالين اللي احنا بنسميه هرمون البخ. لما حد بيخوفك، تعرض لموقف مخيف، تعرض لانفعال، حد يقول لك بخ، يروح جاي الهرمون ده الغدة دي تفرزه، يبقى اذا ده اسمه هرمون الأدرينالين. طب عندك بقى في التفاعل 2NA زائد Cl2 يديك 2NaCl. بيقول لك وضح بالمعادلات عمليتي الأكسدة والاختزال لعنصري الصوديوم والكلور. طيب انت عندك بالمعادلات، يبقى يلا بقى نكتب له المعادلات. بص كده معايا بالراحه، انت عندك الصوديوم ده فلز، يبقى 2NA ده صوديوم. بما انه فلز يعني هيفقد الكترونات. طب هيفقد الكترونات وهيتحول لايه؟ قال لك هيتحول لصوديوم موجب اللي هو 2NA موجب، ماشي كده، لانه هيفقد الكترونات. زائد هو دول ذرتين صوديوم، يبقى هيفقد 2 الكترون. خلاص كل ذره هتفقد الكترون، يبقى الناتج هيديك 2 الكترون. طيب هو ده عامل، بما انه فلز يبقى عامل مختزل. طب بما انه عامل مختزل هتحصل له عمليه ايه؟ عمليه اكسده. يبقى هيحصل له عمليه ايه؟ اكسده، اللي هي فقد الكترونات. طب هنا الكلور، الكلور اللي هو Cl2، الكلور ده هيكتسب الاتنين الكترون دول، مش كده؟ هيكتسب ال 2e الاتنين الكترون. طيب فهو هيديك 2Cl سالب، اللي هو 2 ايون كلور سالب. طب انت عندك الكلور ده عامل، بما انه لا فلز يبقى عامل مؤكسد. بما انه عامل مؤكسد هتحصل له عمليه اختزال، بما انه عامل مؤكسد هتحصل له عمليه ايه؟ اختزال. طيب يبقى اذا هنا ممكن تطبق القاعده اللي احنا عارفينها بقى، هنا الذره دي صفر وهنا موجب واحد، من الصغير كبر، الصغير لما يكبر تبقى اكسده. هنا صفر اتحول لسالب واحد، فهنا الصغير الكبير صغر، الكبير لما يصغر اسمها عمليه اختزال. خلاص يبقى دول كده المعادلتين اللي عندك. طيب كده بنكون خلصنا حل المحافظة، استنونا في حل باقي محافظات المنهج. كان معكم مستر إبراهيم السيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.